اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه تنوع، ولكن الفكر الطهوي غالب على الماتيريال. ماتيريال بسيط، بتنجان، لحمه مفرومه، شويه برغل بتاع الكوبيبه بس الخشن منه. البرغل ده نوعين، اللي هو منتجات القمح الصلب، عشان نعرف البرغل ده جاي منين. جاي من القمح الصلب، بيطلع منه البرغل الناعم والبرغل الخشن. البرغل الخشن بيخش في بعض الاكلات زي برغل بتفين، لحم بالبرغل، سمك بالبرغل وهكذا. هنعمل برغل بالشعريه النهارده، اسمه برغل بتفين بالشعريه، عدل اللحمه اللي انا هعملها مع البتنجان اللطيف الحلو ده، هنعمله كريسبي مقلي، هنطور من اكله البتنجان، هنعمله رولز كده، محشي لحمه مفرومه وفليفر، وبعد كده يخش في مراحل البانيه ويتقلي يتعمل زي الاسكالوب، حاجه حلوه فيها افتكاسه طهويه. الحلو بتاع النهارده، لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا انا مش عايزاها. البطاطا النهارده معانا بطاطا حلوه، هعملها النهارده بالكريمه ونشوفها مع جوز الهند تبقى ازاي، واخده الفليفر والمهلبيه والوايت صوص، لطيفه وجميله. وانا من عشاق البطاطا الحلوه، اي نعم هي مش في الموسم بتاعها، في بعض المحلات بتبيعها في اي وقت. البطاطا الحلوه قيمه غذائيه عاليه جدا، وغنيه بالبروتين وغنيه بالالياف الجميله الحلوه، والسكريات بتاعتها سكريات امنه غير الكربوهيدرات اللي موجوده فيها. تسيبه على النار يتشرب. طبيعي لما بنشتغل في حلو زي كل مره حريصين ان احنا نكون ايدينا معقمه. الادوات اللي بنشتغل بها في الحلويات تكون برضو معقمه، مش معقمه معقمه من حاجه وحشه، يعني تكون فيها ميه زهر، فانيليا، الحاجات دي كلها تكون مغسوله كويس. اكيد قلبت بالمعلقه توم وبصل، السكينه قطعت بها بصل قبل ما تقطع البطيخه، وهكذا من القبيل. يعني معانا بطاطا حلوه، هناخدها زي ما هي كده بنحطها هنا، دي مسلوقه عشان نكسب وقت. بهرس البطاطا الحلوه دي يا عم الشيف زي الفل كده بشوكه، حلو الكلام على طول، هي من غير بس توصل الشوكه عندها. حلو قوي، بحط عليها شويه قرفه، نكسر الطعم بتاعها السكري الجميل الحلو بالقرفه. بنحط عليها شويه جوز الهند، بنحط عليها شويه شربطه او شويه عسل. اعمل الشربات على ايدك. اخبار البرغل ايه؟ جاهز نشيله من النار. الله، بص بقى، ماما، بابا، تيتا، كبار السن، اكله سريعه المضغ، سريعه الهضم، خفيفه على الجيب، خفيفه على المعده. الله عليك يا عم الشيف. والله كل ده بقوله، هنخليها على جنب شغرفها دلوقتي، هنقلب ده كله مع بعضه. البطاطا الحلوه بعد ما هرستها حطيت لها شويه جوز الهند، وخليك لازم تكون البطاطا سخنه وانت بتنزلي بقيه المقادير. جوز الهند تنزل على البطاطا وهي سخنه، الشربات ينزل على البطاطا وهي سخنه، القرفه تنزل على البطاطا وهي سخنه، تشم ريحه القرفه مباشره. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخدها كده زي ما هي، الحلو بتاعنا ده كده اهو. عندنا كسرولة التقديم، بناخد نص البطاطا الحلوة دي كده، بعد التقليبة الحلوة دي كده، ونسويها بشكل حلو. برضو تجيب الاسباتيولا بتاعتي ما يكونش فيها أي روائح من البصل أو التوم. عندي مهلبية في التلاجة كنت عاملاها للأولاد وأكلوا منها مرة واتنين وتلاتة، فحابة أغير لهم الطعم. باخد المهلبية دي كده يا عم الشيف، الله عليكي، شوية زبيب حلوين، شوية مكسرات، جودي بقى أستاذة رحاب قبضة، ومعاها قلت لك شوية زبيب، شوية عين جمل، شوية صنوبر، ربنا يزيدك. أدي المهلبية، حلو أهو، بناخد دي كده، لا دي مش هحطها كده أبدا، اضحكوا عليا أزعل أنا. شوية شربات عليها، ده على المهلبية. شوف أنا هعمل فيها إيه دلوقتي بقى، دي حبهان اللي نزل فيها دي، المخرج ده بيقول ايه اللي نزل ده؟ حبهان يا غالي. انا عامل الشربات بالحبهان مع البطاطا عشان مش بعمل بسبوسه. باخد المهلبيه بالشكل ده كده، اديها القوام الكريمي بتاعها،
اللهم صل على النبي. باخد بسبيكيولا تانية المهلبية دي. شفت الحلو؟ اه. اللهم صل على النبي. شفتي اختلف الموضوع معايا ازاي؟ اهي نازلة بتضحك في الطبق اهي. طرتها بايه؟ بالشربات او حليب دافي. آه. الله تسلم ايدك يا مغازي. عينيا خلصت. اه اسوأ خبر بسمعه وانا شغال لما المخرج يقول لي فاضل دقيقتين ثلاث دقايق. مش اسوأ خبر يعني حاجه تزعل يعني ايه، ببقى عايز اجود واطلع اللي عندي عشان بحبكم. مش انتوا بتحبوني؟ بسمع منكم تعليقات حلوه وحاجات حلوه على السوشيال ميديا، وبشكر كل متابعينا على السوشيال ميديا اللي بيتابعونا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى، على صفحه اكله امي، على صفحتي انا كمان الشخصيه. بشكر حضراتكم للامانه، ما بشوفش منكم غير الكلام الطيب والكلام الحلو والكلمه الطيبه زي الشجره الطيبه، اصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمه الطيبه بتزرع في قلوبنا الحب، تزرع في قلوبنا مشاعر الاحساس والطاقه الايجابيه. شفت المهلبيه مع البطاطا اهي. هغرف بس البرغل واجري على طول، ما تزلقش. الف هنا وشفا للي ياكل منها. الله، تعالوا مع بعض نغرف البرغل بتاعنا. شويه شربات عليها كده. الله، الف هنا وشفا. حط عسل انت. ربنا يجعل ايامك كلها عسل ان شاء الله. قولي امين. الله عليك. اتعمل في كاسات مع بسكويت كمان. دي جوز الهند انا حطيتها شكل. هنخليها هنا تتصدر القائمه كده. حلقه النهارده بساطه سهوله مرونه. قدرنا ان احنا نعمل افكار بسيطه وسهله بتفاصيل صغيره، ولكن الطعم والشكل جديد. عملنا البرغل زي ما حضراتكم شايفينه كده بالشكل الحلو ده كده، وعملنا البطاطا الحلوه، وعملنا طبعا الابداع الطهوي البتنجان رولز باللحمه المفرومه. في بعض الناس مش بتحب اللحمه المفرومه، ممكن نستخدم بدل اللحمه المفرومه فراخ مفرومه. مش عاجبك الفراخ حط جمبري عادي، براحتك انت وجيبك، مفيش اي مشكله. البتنجان لا يعترض على صديق ابدا، سواء لحمه سواء فراخ سواء جمبري. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.